السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد بريميتيف. بون شنية هو البريميتيف قبل كل شيء؟ كان تذكروا انتم قريتوا الديريفي بار اكزومبل، تبدا عندي فونكسيون اف، كي نعمل لها الديريفي ووب تولي اف بري. شنية البريميتيف؟ ريت كي تعديت من الاف للاف بريم عملت الديريفي، دي نقصد بها الديريفي. البريميتيف هو شنية الفونكسيون نعمل لها الديريفي نتاعها باش نلقى الاف هذه. معناتها الاف عندها فونكسيون ديريفي كيف كيف، وعندها بريميتيف نسميه انا جرون اف. هذايا هو قولوا احنا هذا هو البريميتيف. معناتها كي نعمل له الديريفي نتاعو هذه الجرون تيف هي البريميتيف نتاع الاف الصغيره دو بيتي تيف. معناتها الجرون تيف هذه كيف نعمل لها الديريفي نلقى الاف هذه. هات الاف الكبيره كي تعمل لها الديريفي نتاعها تلقى الاف، واضح؟ وهذه كيف كيف نقصد بها الديريفي من هوني لهوني. كن ديريفي هذه نلقى بيتي تيف، كن ديريفي الاف الصغيره بالطبيعه الفونكسيون ديريفي نتاعها اللي هي الاف بري، واضح؟ هذا هو البريميتيف اللي نعمله ديريفي نلقى الاف صغيرة به. ومن هنا يقول لك اف كونتيني اف ادمي، دونك اف ادمي ان بريميتيف. ما قلتش ان سول بريميتيف، معناتها اف كي تبدا عندك فونكسيون كونتيني ادمي او موان ان بريميتيف، معناتها عندها برشا بريميتيف، عندها مش فونك. فهمت معناتها شنو نقصد انا لهنا؟ هاني باش نعطيكم اكزامبل نتاع فونكسيون. مثال كي ناخد الفونكسيون هذه، ركزوا معايا لهنا قبل كل شيء باش تخرج لكم القاعده. وهذه القاعده نتاعنا اف كونتيني سير ان انترفال اي، دونك اف ادمي او موان بريميتيف سير اي، واضح؟ باهي نرجع للشباب نتاعنا. السونس هذا هو الديريفي، هذا البريميتيف كي نديريفي نلقى البيتي تيف، البيتي تيف كي نديريفي نلقى الاف بريم. كيف نرجع في السونس انفيرس؟ عباره عملنا البريميتيف هذه اف بريم، البريميتيف نتاعها اف، والاف البريميتيف نتاعها سميناه جراند اف، واضح؟ ناخذ فونكسيون احنا نجو للرسم هذا باش ناخد الديريفي هذه. مثال انا عندي فونكسيون باش نلعب على الفونكسيون هذه اكس بيسونس 2، كيف نعمل لها الديريفي؟ الديريفي نتاع اكس كاري باش نلقى 2 اكس، واضح؟ معناتها البريميتيف نتاع 2 اكس اكس كاري. بون تو نرجعوا لجيس، نحب نفسر لكم على اف اف كونتيني، دونك اف ادمي موان بريميتيف، معناتها ينجم يكون عندها اكثر من بريميتيف. وبالطبيعه كي نقول اف كونتيني عباره البريميتيف نتاعها ديريفاب، واضح؟ به به الاكس كاري به 2 اكس، معناتها كي نرجع هكا البريميتيف نتاعها هو اكس كاري. اما يا جماعه تو اكس كاري بلس 1 زاد، كيف نعمل لها الديريفي باش نلقى 2 اكس؟ كي باش نعمل لها الديريفي باش نلقى 2 اكس. اكس كاري بلس 2 باش نعمل لها الديريفي نتاعها باش نلقى 2 اكس. معناتها هكا 2 اكس عندها برشا بريميتيف، معناتها مش كان اكس كاري تنجم تكون بريميتيف 2 اكس، تنجم اكس كاري بلس 1 تكون بريميتيف 2 اكس، تنجم اكس كاري موان 2 تكون بريميتيف 2 اكس. معناتها فونكسيون كونتيني كما فسرت لكم السونس هذا الديريفي والسونس هذا بريميتيف. انا لهنا سونس هذا الديريفي، انا لهنا خذيت اكس كاري الديريفي نتاعها 2 اكس، واضح؟ دونك معناتها 2 اكس البريميتيف نتاعها اكس كاري. باهي برا ناخد اكس كاري موان زان الديريفي نتاعها 2 اكس. كيف كيف لخاطر ديريفي دو اكس كاري 2 اكس والان زيرو، دونك 2 اكس زاد عندها بريميتيف اخر اللي هو اكس كاري موان زان، واضح؟ باهي هذا البارتي الاولى. تبدا عندك فونكسيون كونتيني سير ان انترفال اي، دونك سيت فونكسيون ادمي او موان اون بريميتيف سير اي. باهي شوفوا تو القواعد نتاع البريميتيف نتاعنا، تبعوني. بالنسبة لي انا يا جماعة اقوى فونكسيون، اكثر حاجة اقوى فرمية نخدم بها البريميتيف وباش نكتبها من الاول تو في الاخر نحكيو عليها وان شاء الله الوقت يكفينا، اكثر واحدة تخدم بها كل شيء هي اف بريم دو اكس فوا اف بيسونس ان. هذه الفونكسيون تاعنا،
فونكسيون تاعنا هذه وهنا البريميتيف. ب f بريم دو اكس و f بيسونس ان هذه البريميتيف نتاعها 1 سور ان بلس 1 x f puissance n plus 1 de x plus constante b هذه كتبتها من الاول نورمالمون في الاخر مثال جس باش تفهموني. تو البريميتيف دو x puissance n هي 1 سور n plus 1 fois x puissance n plus 1 plus c. C'est constante. C'est 1. Mais juste kiff kiff, puis je m'attends que c'est c. Là, il y a un exemple, mais c'est x puissance 2. Primitive, n est 2, donc 1. Sur 2 plus 1. 2 plus 1, il y a 3. X puissance n plus 1. 2 plus 1, il y a 3. Plus une constante. Ça me dit au cas. B. Quand tu l'as vu, je m'en ai dit. 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 F, f prime, f puissance n. Primitive, 1 sur n plus 1. F puissance n plus 1. Quand tu m'en fais, je m'en ai dit. Je m'en ai dit. هذه x بيسونس n x اعتبرها f عبارة لورا هاني باش نكتب لهنا ال x عبارة فونكسيون f عبارة f بيسونس n ال x واضح في مخي اللي هي f دو x يقال x ورا هذه لورا ال x بيسونس n a اللي هو f بري عبارة طبقت عليها القاعدة هذه عبارة هذه البريمتيف دي إكس بيسونس إن طبقت عليها القاعدة هذه عبارة من وراها فوا أن مي أن مضروب اللي هي إكس بري عبارة إف بريم فوا إف بيسونس إن أن سور إن بلس أن إف اللي هي إكس بيسونس إن بلس أن جست حبيت نفسر لكم اللي هذه تخدم كل شيء أنا باش نكتب لكم بها حاجة لهنا باش تفهموني أكثر مثال تجيكم فونكسيون هكا دوز إكس بلس أن x carré plus x puissance 3 نحب نعرف البريميتيف نتاع هذه الاف ديما ركز الاف اللي فيها القوه فيها الاكسبوزون لهنا فيها الاكسبوزون هي x carré plus x تاكد ان وراها الديريفي نتاعها x كاري بلس x الديريفي نتاعها من التالي هي 2x بلس 1 كان ديريفي x كاري بلس x باش نلقى 2x بلس 1 دونك عندي الفورم هذي عندي الفورم نتاع f بريم فوا f بيسونس n هذي ال f ال x كاري بلس x هي ال f وهذي الديريفي نتاعها ال n هي 3 ونطبق عليها القاعدة هذي دونك البريميتيف نتاعها يولي 1 سور n بلس 1 ال n هي 3 بلس 1 4 fois f puissance n plus 1. F m'tan, il est x carré plus x puissance 4. Ça me promise. Plus une constante. Voilà. Maintenant, il y a une forme, il y a une f, il y a une f prime fois f puissance 3. Tabak le cas de 1 sur 3 plus 1, f puissance n plus 1. Voilà. بون هذه اكيد وريوها لكم ديريكت رماركابل خاطر البريميتيف دو 1 سور اكس كاري هي موان 1 سور اكس بلس كونستانت باهي حتى ميثود اخرى 1 سور اكس كاري هي اكس بيسونس موان 2 اكس بيسونس موان 2 وتطبق عليها تتبعوا الفلاش تطبقوا عليها القاعدة هذي بون لهنا باش بون نعرفوا انو البريميتيف دو x بيسونس n 1 سور n بلس 1 x بيسونس n بلس 1